الله شدتها وما شدتهاش في محاولة ثانية فإن شاء الله أنا دي كانت تجربة يا جماعة تجربة ولا أقل ولا أكثر نجحت يبقى خير وبركة ما نجحتش إن شاء الله المرة الثانية فأنا عايز دعواتك معايا بوجودكم وفضل ربنا الاول ان انا ان شاء الله بتحدى على الهواء وان شاء الله في خلال شهرين هيكون مشروع جينيس ردت عليا بخصوص الموضوع ده انا قدمت طلب اول امبارح هبعت لهم الفيديوهات بتاعتهم دي وان شاء الله هيكون في محاوله وهم هيشرطوا عليا كام كيلو بالظبط وان شاء الله هاجي اعمل محاوله بعد 3 شهور باذن الله وشهرين.